مساء الخير لكل مستمعين راديو الأمل. ما رح سمعكم غنية بس هاد المساء، هالليلة رح أقرأ من كتاب بحبه كتير ورح سمعكم أحلى كلام، وإذا حبيتوه حسيتوه شدكن أكيد رح بتلاقوه موجود بالمكتبة. هلأ كلنا بدنا ناخد لمحة صغيرة عن حياة غريغور سامسا وعن قصته. سامسا استيقظ في ذاك الصباح الباكر وهو في سريره الكبير والدافئ، ووجد نفسه أصبح حشرة ضخمة، وهالشي بيشبه مشاعرنا لما في الصبح. انتقلت نظرات سامسا إلى النافذة والوحشة التي في الخارج والهواء البارد. كان صوت قطرات المطر التي تضرب القضبان مسموعاً بقوة، وهذا أحزنه بشكل كبير. فكر وقال: لو أنام قليلاً وأنسى كل هذه السخافات ماذا يحدث يا ترى؟ لكن احتمال حدوث هذا ضعيف، شوكولاتة؟ لأنه كان معتاداً على النوم على جنبه الأيمن ولا يستطيع الالتفاف إلى جنبه الأيسر، ومهما فعل لكي يلتف إلى يساره كان يعود ويتدحرج على ظهره مجدداً دون فائدة. جرب الشيء نفسه مئات المرات، أغلق عينيه كي لا يرى قدميه اللتين تتخبطان، وعندها بدأ يشعر في الجهة اليمنى بألم خفيف مخفي لم يشعر به من قبل، ثم قام بفتح عينيه. أيكو الحلوة؟ لا، وين راحة؟ أيكو؟ بنتي؟ أيكو؟ ها يونغا؟ تعرفي وين أيكو؟ أنا ما بعرف، ليش ما كانت معك؟ لا، أنا مفكرتها معي. بس رح تكوني عيني وإذني هون، إذا بيطير عصفور بالساحة رح أعرف، غير هيك ما بدك تميزي رفقاتك عن أي حدا. قلت هالشي منيح لأيكو كمان، بس ما كنتي رح تبعدي عنها أبدا. بتزرعوا وبتقطفوا. قرب، تعال خد بندورة، تعال شوف البطاطا، قرب على البطاط، قرب قرب على البطاطا، بطاطا تازة، بندورة تازة، قرب على الخيار، بطاطا تازة، بندورة تازة، خيار تازة، أزرف الخضرة عنا وبأرخص الأسعار، قربوا قربوا. ها أخي الله يعطي، عندي كومة أولاد ناطريني بالبيت. نقي، بعرف ما رح تقدري تدفعي كالعادة. ليش هيك عم تحكي؟ تكسب ثواب هيك بتروح البركة. ها يا الله، الله يحفظك ويبارك لك. تعال شوف البطيخ، حمرة وحلوة البطيخة. أيكو أختي، شفتي لي أيكو؟ لا ما شفتها. ما شفتيها؟ وينك يا أيكو؟ يا ربي يا ربي تحميها يا رب. أيكو أيكو أيكو، انكسروا رجلي من المشي. شو صاير هون؟ ليش كلهم مجتمعين هون؟ شو صاير؟ شو في حدا منكم يحكي بقى؟ دودو، خديجة، دودو حبيبتي، اهدي شوي حبيبتي، اهدي، ما في شيء. شو صاير؟ ليش الناس مجتمعين؟ اهدي شوي حبيبتي، اهدي. بنتي شفتي لي أيكو هون؟ المديرة الجديدة أخذتها من شوي. أيكو 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 أيكو، أيكو وين كنتي بنتي؟ وين كنتي؟
شو قلت لك أنا؟ ما قلت لك وين ما بتروحي بتخبريني؟ دودو شوفي هالمكان الحلو رح يصير حديقة. خالتي زيرين قالت لي إنه رح تعطينا هذا المكان لإلنا، بس أنتي ما قبلتي. قولي لي ليش ما بدك يا دودو؟ شو بحكي؟ بلا بدي. كيف ما بدي؟ أنا بدي كل شي بدك يا. أنا بعمل كل شي كرمالك يا حبيبة قلبي أنا. شو قررتي هلأ دودو؟ مثل ما بدك حضرة المديرة، المهم ما تبعديني عن هالبنت، ما بقدر أتحمل بلاها. منيح إنه اتفقنا. عيوني أنا كتير مفتوحين. أخذت القرار الصح، هيك أحسن إليك وإلي دودو. شو عم يصير؟ شايفة كيفك ايه أختي؟ يلا ورجينا خبرتك. الكل ينتبه، الكل يهدى لو سمحتوا. اسمعوني، قطعت الأرض هي لإلنا ورح نحول هالمكان لجنة مع بعض. اليوم رح يجي السجناء الرجال على السجن تبعنا. معقول؟ هدوء، خلص بكفي، هدوء، اهدوا. حتكون المسؤولة عن الحديقة هون دودو، وأنا هون ما بدي مشاكل بنو. بعرف إنكن رح تزرعوا الجمال بالحديقة، وإنكن رح تربوا الأمل، ورح تكتشفوا السحر الموجود بالتعاون. معك حق. بعد هلأ ما بدي كره أو حقد أو تعصيب أو جنون. ما بقى رح يصير جنون؟ عندي إيمان إنه أنتوا رح تنجحوا، لهيك موفقين. والحديقة مبروكة عليكم. عشتي. أحلى مديرة. بعد هلأ رح يصير شغلك أنت. تمام. يصير هلا. ليش عم تحكي هيك؟ طلع فيهم وشوف قديش فرحانين ومبسوطين. فوزلان، زيرين قالت بدها تجيب سجناء. ايه اجباري، لانه السجن تحت التقييم، فعادي يصير هيك، ما ناقصه. لا تتشائم يا مراد، لا تشغل بالك، يعني فكر بايجابيه ليصير شيء ولا تدقق. شايف صرتوا مع زيرين خلال يومين؟ يا الله. عن جد نحن احيانا بنكون مثل الاولاد الصغار. طلع فيني مثلا، قديش شايف شكلي جدي هلا. سنان بيك هون وهو ناطرك يا خانم. مرحبا، كيفك زيرين خانم؟ كنت منيحة قبل ما أشوفك. تفضل، كيف فيني ساعدك؟ بدي أعمل امتحان تعويضي لعذراء كايا هون بالسجن، وهي كل الأوراق المطلوبة موجودة هون. حبك للعلم لهالدرجة عم يدهشني سنان بيك. يا ترى بتهتم بباقي الطلاب مثل ما أنك عم تهتم هلأ بعذراء خانو؟ إذا تعرضوا للظلم فأكيد أنا بهتم. تمام تمام. أوراقك كاملة، فيكن تعملوا الامتحان، بس بالوقت اللي بحدده أنا.
إيه كيف يعني؟ أنا بحدده، بدي نطرك بقاعة الانتظار ووقت عزراء تفضى مشان الامتحان. أنا رح أملكن كل الشروط، موافق؟ ماشي. ملتم، وصلي البيك على قاعة الانتظار. تفضل. يا حبيبي لنشوف شو رح تعمل. الكل عندي لشوف، هدول كلهم لازم تفوتوهم لجوا، فهمتوا علي؟ الكبار بالعمر يفوتوا اول شيء لهون، يلا وينطفوا، الشباب ياخذوا هدول وهدول كمان وهدول فوتوهم يلا. استني انت، هلا بيوجعك ظهرك، بعدي انا بشيله. هي هي استنى، شو عم تعمل؟ رجع لمحله، اتركه، بدي استعمله بكره الصبح، لا تشغلوني شغلتين. ما شاء الله، شو عم يصير معك يا ترى؟ شو عم يصير معك؟ اه ارفع اخي يلا خده، اسمع حكي انا. عم اقول لك اتركه محله، تنظيم الك والشغل النا، عم اقول لك من هلا اتركه هون. لك انت مين اخذ رايك؟ اه التنظيم الي والشغل وكل شيء الي، لا تتدخل بشغلي يلا روح، روح من هون وعمل اللي بقوله وخلصني يلا. لا حول ولا قوه الا بالله، كانه قدامي عاصفه، شيلوا من هون وحطوا هون. انا انسان كمان، في عندي بالنهايه روح شبك، لكن انتبهي على حالك، لا تعصبيني. اذا بدك تشتغلي خليكي، واذا ما بدك روحي. بس اخذوا هدول من هون وحطوا هدول هون. قديشك مرتاحه انت؟ بتعرفي هاد كم كيلو يعني؟ شبك ليش عم تطلعي فيني هيك؟ انا ما حدا بيطلع فيني بهي الطريقه. شو عم بتقولوا لا؟ اه شو تفضلت؟ ليش هيك عم تحكي بسرعه؟ انت مجنونه ولا شو؟ اه انا مجنونه، اسمي دودو المجنونه. شو يعني؟ شو رح يصير؟ ما جبت شيء جديد. اسمعي يا بنت، انا ما باخذ الاوامر هون غير من المسؤولين، فهمتي؟ ايه فهمت، انا المسؤوله عن هي الجهه وعن هالحديقه، شو رح يطلع بايدك؟ فهمني شو فيك تعمل يعني؟ امشي ارجع على شغلك وما بقى تعصبني اكثر. ها شو هالناس هدول يا الله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يا دودو، شبك انت وياه؟ والله ما عم اعرفك يا دودو، شو صار لكم انتو؟ كانه عم تضحكوا علي. ولك خليتي الرجال يتشهد على روحه هنيك. يا بنتي انت ليش عم تعيطي على الزلمه كانه سائح اجنبي وما عم يفهم شو عم تحكي انت؟ شو اعمل هالرجال بالعقل؟ ما فهم شو عم قول. اختي دودو خلاص، انا لقيت لك توام روحك، شوفي عصبي ولهجته مثلي. حسرات والله، على شو عم تطلعوا انتو؟ اشتغلوا يلا بقى. اذا في شي تاني بدك نشتغله قولي لي انا، لانه الرجال هون ما كتير بيفهموا بهي القصص. لا ما ضل في شغل. بالمناسبة انا اسمي حسن، انتي قلتي لي انه اسمك دودو ما هي؟ ايه. ستي كمان كان اسمها دودو، يعني اسم حلو كتير هيك قصدي. شوف قديش منفهم على بعض وقت منحكي على مهل. روح على شغلك يلا، لا تخليني عصب يلا يلا. يعطيك العافية. يعطيك العافية انتي كمان. اوه يا عيني. والله وقعت هالدودو وما حدا سمع عليها. فانك قليلة يا يلا يا بنات يلا. دينيس كيف صرتي؟ صرت أحسن شكرا. شو قدرتي تتذكري من وين أخذتي الموبايل ولا ما تذكرتي؟ الموبايل لإلي، قلت لك من قبل. أخذتي من عزراء؟ هذا الموبايل إلي. فهمت عليكي، لكن ما بدك تحكي. فيكي تحتجزيني هون قد ما بدك، بس ما رح تاخدي مني أي جواب تاني. أحجزك هون قد ما بدي، أحجزك هون قد ما بدي. لا رح طالعك، بدي اياكي قدام عيوني على طول.
صرتي منيحة دينيز؟ عم استنى الوقت اللي يصير فيه منيحة. رح يجي هالوقت. انتي مرأة قوية. شو في هون؟ مين هدول؟ زيرين خانم فتحت الحديقة والسجناء الرجال اجوا يشتغلوا. رح تزرعوا خضار وفواكه هون. حلو، يعني الشغل بالأرض رح يفيد كل الناس. تماما، دودو مسؤول عن الحديقة. حلو، روحي لعندي لحتى تعطيكي شغل. تمام، شكرا. يعطيكم العافية. شكرا، أهلا وسهلا دينيز، تعالي لهون يلا. شوفي كيف صارت الحديقة. حلوة كتير. عنا شغل كتير، ما بعرف شو لازم نعمل. ساعدك بشي؟ تقدري؟ أكيد. خدي هاي. ها ليك، روحي لهنيك انكشي شوي مشان نقدر نشتغل مزبوط. يلا روحي. يعطيكم العافية. شكرا إليك. شو جبتيها؟ من وقت اللي شفتك ما بعرف شو صار فيني، سرقت اللي عقلي مني يا نور عيني يا نور. ساعة الأكل بلشت، كل السجينات يروحوا على غرفة يلا. الأكل. يلا كل السجينات يروحوا على غرفة امشي. الأكل امشي بنتي. كيفك حسرت؟ أختي دينيز كيفك؟ تمام. هالشوربة طيبة كتير. وين الختيارة؟ بغرفتها، رح تاكل هناك. هاي أوامر زيرين. والله على عيني هالمديرة، أصلاً كان واضح من أول يوم مع مين رح توقف. ناجية، وين أمك يا بنت؟ شو يا عيوني، بتعرفي تاكلي لحالك ولا بجيب طعميكي؟ آه يا عزراء، سمعت لك إشاعة جديدة، قدرت ما عادت أمها، بدها تصير حمات بنتي. يا بتسكري تمك، يا بعرف أنا كيف سكر لك يا. والله كلهم عم يحكوا هي إنه ابن قدرات بده يصير صهرة لناجية. لك أنا شو قلت لك وليه؟ روحي لأذبحك وانتي خرسي بقى. بكفي انت وياها، كملوا أكل. ليش ضل في نفس؟ يعني حضرتك عم تقول إنه مسموح ساوي للامتحان بالسجن؟ فهمت؟ لا، السجينة صاحبة مشاكل وبخاف يفهموا إنه نحن عم نميزها. إيه فهمت، فهمت عليك وشكراً على اهتمامك. حاستي السادسة قوية يا أخي، أكيد في شي ورا اللي عم تعمله زيرين. ولو مراد شيله من راسك، لا تضلك تفكر فيها. لسه زيرين زيرين زيرين، شو ما عنا شغلة وعملي غيرها؟ الكل عم يحكي عن زيرين. أخي أنت عم تحكي هيك بس ليش يعني اللي يجيبوا مرة من مكان شغل القديم ويقلعوا المرة المستلمة؟ ليش؟ ليك مراد، مشان الله ريحني بقى. المهم نحنا ما حدا يقرب صوبنا. إذا في فساد هون بالسجن فبالنهاية رح يوصل لإلنا، لا تتأمل كتير. عزو، صحيح خسرنا الموبايل بس حذري شو لقيت. شو لقيتي؟ نقي لك حسرت. والله مالي خلق له المواضيع هدول هلا. يلا عزراء بنتسلى شوي صغيرة. يلا 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 نقي بتربحي. يلا يلا حذري بتربحي. نقي بتربحي، حذري بتربحي. رح نقي هي. بينجو يا عيني. وين لقيتي يا حسن؟ لقيتها لما كنت عم اشتغل بالجنينة. معناتها حفرت كتير حتى لقيتيها. منيحة لنحمي حالنا، خصوصي إنه عيون الناس علينا كلهم. بدك خبيها بشي مكان؟ لا أختي، مو مطلوب منك تخبيها بمحل. زعلتيني على فكرة. لك لا تزعلي، دخيله قلبك مقطيب ويستلمي يعني يتغنج. لا
أهلا وسهلا أختي. أهلين حاسو. أهلا وسهلا مامي. هي ناري ماما. لا هي موفي. مين هي موفي؟ أول مرة بشوفك. شو ما عرفتيها؟ عزراء تعي معي. شو حسو؟ لك تعالي بدي لك شغلة. شو في؟ أمشي بدي أخدك مشوار. لو أنا أخدني بدك تنزلني على السوق يعني؟ لشو عم تخطط؟ لشو بدي خطط؟ في لك عندي مفاجأة. يلا أمشي. مفاجأة؟ إيه مفاجأة. يلا انتوا روحوا هلا، انا في إلي مفاجأة. حسون ونحن مالنا مفاجأة؟ لا مالكم. الله يسامحك. يلا امشوا. شو هالمفاجآت اللي عزرقوا بس؟ اطلعي على يمينك وشوفي مين جوا. عزراء كيفك؟ منيح وانت؟ بدي اعمل لك امتحان. هون بالسجن؟ ايه. هات صاحبك عزراء. ليك عزراء تعي بلا ما يشوفنا شي حدا. حسون امشي يا بنت. بشوفك. بشوفك. رح شوف. امشي. ناجي اللي عم يقولوا صحي. شو دخلك؟ زعلانة على بنتك. انت شو دخلك؟ شو دخلك؟ روحي من هون ولا تساوي مشاكل. يلا طلعي فيها. ما بطيقك ولا بدي حكيكي. على أساس أنا كتير بحبك. لك هاد مجرم وقتل لي بنتي ورح يأذي بنتك. لا تخافي بنتي، ما بتعمل مثل اللي عملته بنتك. أنت هيك رأيك؟ من هلأ ممكن تكون صارت مدمنة. بس بنتي ما بتتعاطى مخدرات. قليلة تزورك وساعتها بتشوفي بعيونك، تتأكدي وبتشوفي. يلعنك. زيرين خانم بدها تشوف حضرتك. للأسف سنان بيك ما رح تقدر تساوي للامتحان بهاي الفترة. السبب؟ لأنه طالبتك عزراء كايا موجودة بالمنفردة. فيني أعرف شو ساوت لتعاقبت بهذا الشكل؟ لأنه عم توزع مخدرات. وأنت عندك إثبات على هاي التهمة؟ شو صار؟ دمرت لك أحلامك؟ أنت حاولي تعيقي امتحانها قد ما بدك، وأنا رح ضل كافح وحارب كرمال عزراء. شوفك قريباً زيرين خانم، رح يجي الوقت وتتأكدي من كلامي. لما تيجي رح تكون عزراء فاتك بتهمة جديدة، وبكرة رح تتأكد من كلامي. بشوفك عن قريب. يعطيك العافية. الله يعافيك سنان بيك. فيك تفهمني ليش رشيت الغاز على وش هيفيس بدل ما تتصرف معه برواق؟ فيك توضح لي أكتر؟ يا خانم البنت فقدت السيطرة، شفتي كانت تحت تأثير المخدرات. حذرتها بالكلام وقلت لها توقف وما وقف، بعدين مسكتها من إيدها لحتى أخذها على المستوصف، ضربتني
عزلام شاهدي على كلامي، ولحتى البنت ما تأذينا أو تأذي حالها رشيتها بالغاز. فيك تنصرف، خليكي عزلام. لهذا السبب أنا بوثق فيكي كتير، دائماً بتتصرفي مظبوط. شكراً لإلك على صبرك وعلى تفاهمك. هذا واجبي، ولازم ينكتب تقرير بالحادثة اللي صارت. أنت رح تكتبي يا خانم الحقيقة بتقريرك رح تشرحي اللي بدك تشرحي. أوزلام مثل ما بتأمري خانم. أخ قلب رد على موبايلك، رد على موبايلك، رد يلا يا ابني، رد بقى، رد علي يلا، رد علي. هذا قلب ما عم يرد علي. معلمتي أنا سمعت خبرية من زوجي. شو سمعتي قولي؟ إنه ابنك قلب وبنتي عم يلتقوا كتير مع بعض. يعني يا ريت لو تحكي مع قلب وبتقولي له إنه بنتي حساسة أوزجي ما بتناسبه. القصة اللي بدي أقوله معلمتي إنه هنن هلأ شباب ودمهم بكون فاير، لهيك ممكن يساووا هلأ شي يندموا عليه بالمستقبل. يعني ما سمعتك. ولك أنت شو اللي عم تقولي؟ ولك أنت سامعة حالك شو عم تحكي ناجية؟ مين مفكر حالك ناجية؟ ولك أنت يا كلبة خدامة تحت رجلي، فهمتي؟ فهمتيني غلط معلمتي؟ لو ماني موجودة هون ما كانوا خلوكي عايشة يوم واحد بس، وفوق هيك دبرت له شغل لزوجك الغبي، شفقت عليه. ولك انتو كانت ريحتكم طالعة وميتين من الجوع، هلا لحتى شبعتوا. لك انتي هلا انتي مين؟ مين مفكرة حالك؟ انا ابني قلب نازل مشان يرضي بنتك الغبية وما يزعلها، وانتي مو عاجبك ابني مو هيك؟ ولك انتي مين وليه؟ نلع من وشي. والله فهمتيني غلط يا معلمتي. نلع من وشي يلا. فهمتيني غلط يا معلمتي. والله فهمتيني غلط. نلع من وشك وليه؟ يلعنك وقحة. وجدي عطيني قلب بدي احكي معه. انت امتى بدك تشوفه؟ وجدي بتقله خليه يجي يزورني. عم اقول لك خليه يجي يزورني وجدي. والله جد؟ تمام. انا بعرف كيف بدي جيبه لعندي. انا بعرف كيف جيبه لعندي لهالابن الكلب. صباح الخير. صباح النور. كيف كانت ليلتك هون؟ منيحة، كتير منيحة، ريحت راسي من التفكير بالمشاكل شوي. بالله؟ معناتها إذا بدك منجيبك لهون على طول؟ يعني بظن أنه إذا حضرتك رح تضلي فوق راسي لازم تحجزي لي غرفة على اسمي تحسباً لأي شيء. لسه ما خلصت كلامي معك. أستاذك المتفاني بعمله السنان ما رح خليه يعمل لك امتحان أو يعطيك دروس إذا ما كان بدي. إيه روحي قولي هالشي لإله مو لإلي. أصلاً أنا قلت له وعمل لك الكلام لإلك مشان ما تتأملي. أنا شو قلت لك؟ إذا ما بدك تتعاوني معي ما رح يصير أي شي من اللي بتحلمي فيه أبداً. أمي يا روحي يا بنتي. أمي استني خليني أشوف هالوش الحلو. تعالي لهون نشوف. ليش ما عم تيجي تزوريني يا بنتي؟ طمنيني إن شاء الله كل أمورك تمام. أنا منيحة أمي. يا حبيبة قلبي اشتقت لك كتير يا روحي. ليش تحت عيونك هيك ورمان بنتي؟ القصة بسبب التعب أمي وقلة النوم كمان.
ليكي سويت لك هي لعيد ميلادك. عجبتني كتير حلوة أمي، شكراً كتير إليك. كيف قضيتي عيد ميلادك؟ ما تسليتي؟ انبسطت كتير. أمي بدي خبرك شغلة. قلب ما هيك عن أهل؟ أبوك خبرني. أنا كتير مبسوطة اليوم أوزجي، حبيبة قلبي يا أوزجي. اسمعي منيح شو بدي إليك. ما حدا قدي بيعرف قدرته وقلب شو عم بيخططوا وشو عم بيفكروا. إذا إلي كرامة عندك انفصلي عن هالشاب واتركيه. أمي كرمال هيك قلتيلي إجي زورك؟ بنتي قلب شاب كتير خطير، بكرة بيعودك على المخدرات وبيشغلك بشغله الوسخ. ما حدا بيعل عليكم أنتي وأبي وأخي بالشغل الوسخ. عم بتحمل كل هالشي كرمالك يا روحي. ما بشتهيلك إلا كل الخير، برضاي عليك اسمعيني وتركي هذا الشاب. لا ما رح اسمعك وما رح اتركه لقلب، وما بدي اسمع منك درس أخلاق وأنتي موجودة بالسجن وأنا بحبه لقلب فوق ما بتتصوري. أوزجي بنتي أوزجي. زيرين خانم. شو في أوزلام؟ كنت بدي أطلب منك إذن يا خانم لأنه أمي. صاير شي لأمك؟ وقعت اليوم بالجنينة وخبروني إنه نقلوها على المستشفى. يا ربي دخيلك. خلص فيك تروحي ولا تفكري بشي. شكرا لك يا خانم. وإذا احتجتي أي شي بالمشفى خبريني فورا. بالإذن. أهلين تسلمي يا بنات. أهلين عزو. الحمد لله على سلامتك يا أختي. الحمد لله على سلامتك يا أختي. تسلميلي. إيه تسلمولي. شو عملتوا بغيابي؟ والله ولا شيء، قاعدين مطرح ما تركتينا. شوفوا. واو والله سنيتيها ورجعتيها جديدة. خلص حسرات لا تشلقي الدباب، هلأ حدا بيشوفها. ليكو شفتوها لهي الجدبة اللي اسمها هيفيس اليوم؟ قضت الليلة بالمستوصف بس هلأ منيحة. ممتاز لأنه لازمتني. امشوا ندور عليها. انتباه انتباه، بلشت ساعة التنفس. يلا أخيرا بدي شم هوا. قوموا يلا يلا قوموا قوموا يلا يا صبايا قوموا عالشغل، في عنا شغل كتير اليوم. قوموا يلا قومي معنا. امشي. والله وصارت معلمتنا ومديرتنا بالزراعة والسقي. يلا انتي أكتر وحدة رح شغلي. يلا امشي. اختي دينيس ما بدك تجي على الجنينة معنا؟ يلا تعالي معي. اوه سنان بيك. كيفك اخي؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الله يسلمك يا رب. شو كملت النواقص تبع ملفك؟ ايه كملتهم اخي كلهم هون. والله انا كتير فخور فيك، حتى اني حكيت لمرتي عنك. شكرا لك. رغبتك بتعليم السجناء شي كتير حلو، رح دخل مشروعك ضمن الخطط وان شاء الله بتبلش بسرعة. لا تاكل. تسلم يا اخي. لك مني كل الدعم. لا تضيعوا وقت يا بنات، اشتغلوا بسرعة. دودو لا تحملي شغلات تقيلة. عادي أحسن ما تكسري لظهرك. دودو اي فديني كمان لهني. شلون؟ كيف بدي أخذك يعني؟ شو كيف يعني؟ ما أنا المسؤولة بهالمكان؟ المديرة رح تطلب منك تساوي فريق، حابة قدرة تكون معي؟ بعدين أنا اتطوعت لحالي، ما رح تلاقي متطوعة أشطر مني. عذراء، ليكي ما تدخلي أي شي على جنينة. لك، يعني شو بدي دخل أنا؟ مو معقولة أنتي. لا تخافي، ليكي فوسخت إيديا وتيابة على قد ما أنا متحمسة للشغل. حبيبتي، أويكو، هالوردات كتير حلوين وخصوصي اللي لونها زهري. حبيتيهم لهدول الوردات؟ اوه رح يصير في عنا وردات كتير حلوين كتير حلو. دودو شو هي؟ هي شتلة بندورة، ناكل منها بندورة. قاسم شو صار هون؟ والله ما بعرف، رحت على الدكان قلت رح شغل الصوبيا حتى الأولاد ما يبردوا بنومهم، وبعدين ما عرفت شو صار. كيف ما بتعرف؟
شو اللي ما بتعرفه؟ شو اللي ما بتعرفه؟ شو اللي ما بتعرفه؟ جاوبني شو اللي ما بتعرفه؟ الأولاد وينهم؟ وينهم؟ وين راحوا الأولاد؟ بنتي كيراز وين؟ رح يكبروا دودو؟ ها؟ بيكبروا بنتي، وبكرة بتشوفي يا حبيبة قلب دودو. يلا خلصيني قولي، يلا عطيني اسم لشوف، خلينا نخلص من هالشغلة، والله كتير ملينا. يلا لك جاوبيني يونغا. عزراء شو عم تساوي؟ عادي بمكانك ولي. مين اللي عطتك ياهن؟ قدرة ولا ناجية؟ جاوبيني بسرعة. عزراء اتركيني، اتركيني روح. لوين بدك تروحي؟ قلتلك اقعدي. شايفة رجليك تحركوا على المي ما هي؟ ليكي عم قلك احكي، احسن ما اقرا الفاتحة على روحك اليوم، بعدين لا تكوني لساتك عم تتعاطي. انتي بأي حق بتوقعيني بمشاكلك الوسخة؟ يلا احكي جاوبيني. يلا عزراء قلتلك تركيني روح. ليكي وليه؟ رح تموتي هون قبل ما تطلعي، ما رح تطلعي قبل ما تحكي كل شيء. اعطيني اسم وخلصي حالك من الموت. يلعنك ويلعن يلي بده يجي معك بالمنيحة. يونغا اعطيني لشوف السكينة من الخزانة. ناجية عطتني. بترجاكي لا تدخليني بالمشاكل، ما عاد ارجع اتعاطى. شفتي الحالة اللي بنتك فيها؟ دينيز الله يخليكي حلي عني. كان معي حق باللي قلته ما هيك؟ قدرة معنا حاسة فيكي ناجية، وعزراء ما رح تفهمك. أنا فهمانة وضعك هاد، أنا الوحيدة اللي حاسة بقلبك كيف عم يحترق من جوا، وكيف ما بتقدري تنامي بالليل. أنا حاسة فيكي كيف عم تتوجعي. ليكي أنا ما قدرت أنقذ بنتي، بس ساعديني لحتى أقدر أنقذ بنتك. كيف بدك تنقذيها؟ أمني لي مقابلة مع أل. أنت بس ساوي هيك، حاولي تجيبي لهم وتركي الباقي علي ناجية. مو كرمالي ناجية، ساويها كرمال بنتي. ما فيني ساويها دينيز، آسفة. يا خانم. ها اللي شو ساويت وجدي؟ مو كأنك مطنشني ومانك سائل عني بالمرة؟ لا أبدا، عم حاول كل جهدي دبر لك المصاري، بس هلأ مستحيل. ايمت مو مستحيل؟ يا خانم عم حاول بس بدون ما يعرف قال، والله إذا عرف بالموضوع بيقوصني بأرضي. انت لا تشغل بالك بقلب، عقله هلأ بمكان تاني، حتى انه مو دريان بانه سحبنا مصاري من حسابه الخاص. نحن بحاجة للمصاري مشان نرجع نبني إمبراطوريتنا من جديد. وجدي ماشي طيب ماشي، انت حل هذا الموضوع. نحن ليش أمهاتنا هيك قال؟ نيناتهم محبوسين بالسجن. بالسجن؟ لا تشغلي بالك، لا تفكري. شو بيعرفني؟ الأم بالعادة مفروض تكون بالبيت أو بالشغل، بس مو مفروض تكون بالسجن. تعالي لهون، تعالي. Thank you.
مو معقول عن جد، شو عم تعملي يا بنت؟ وعيك تغشي ها؟ أوزلام حبيبتي أوكتاي، نشكر الله لأنك إجيت لأنه كنت رح جن لحالي. كيفك هلا؟ كيف بدي أكون أوكتاي؟ عشوي كنت رح جن، لك كيف نايمة شوف مو قدرانة تتحرك. الدكاترة ما قالوا لك شي؟ لا والله ما قالوا لي ولا كلمة، قال لسه بكير كتير وما في شي نساوي غير نستنى. من لما جابوها نايمة. أوزلام طولي بالك وروقي ماشي؟ أمك مرة قوية ورح تتعافى لا تاكليهم ماشي؟ رح روح أحكي مع الدكاترة لشوف شو رح يخبروني عن حالتها. أمي أمي يلا قومي. لا تترددي، تحركي بسرعة. ممتاز ممتاز، سيطري على فراغ منافسك ولا تنسي أبداً إنه لما تلمسي السيف فأنت أقوى شخص بالعالم. خلي ثقتك بنفسك كثير عالية. كوني هادية وصاحبة قرار. اختيار الوقت المناسب للهجوم مهم بنفس حجم أهمية الهجوم. خلي اختياراتك صحيحة. لازم تتجاوزي القضبان اللي حابسي حالك وراها. لازم تطلعي من الحبس اللي حابسي حالك فيه. ولازم تثبتي انك الاقوى، اقوى شخص بكل العالم. مشي منافسك على كيفك. قدرة بلشت ترجع تشوف حالها من أول وجديد. إذا ضلت هيك ما فينا عليها. وهي زيرين كمان ربطت لنا إيدينا ورجلينا، ما عم نقدر نساوي شي بنو. هي اللحظة اللي لازم نتصرف فيها يا بنات. الشي اللي ماني عم بفهمه كيف قدرة فجأة هيك رجعت قوية، حتى أنه عم تدخل بضاعة السجن. طيب وشو خطتك أختي؟ مو خاطر على بالي أي شي. طب شو نساوي عزراء؟ فرق تسد أختي، لازم نخلي قدرة وحيدة وبس. ما بعرف إذا لازم نهجم عليها هي بالأول ونخلي جماعتها يخافوا ويطلبوا حمايتنا، هيك بينتقلوا على سجون تاني وقدرة بتبقى لحالها وبتضعف أكتر. والله يا عزراء اللي خطر على بالك ما بيخطر على بال الشيطان. هي ما أنا فكرة عظيمة يعني، بس على الأقل ممكن تفيدنا. يعني بدك تقولي خطة طوارئ؟ طبعا برأيي لازم نبلش بالحلقة الأضعف. ناجية. بكرة الصبح بحكي مع حسون بزبط الوضع ومنبلش فيها من أول النهار. قولي الله. اي والله تمام. حسرات اختي دينيس، انتي شو عم تساوي هون؟ كنت عم دور على شغلة مضيعتها. عم تدوري على شغلة؟ كيف يعني فهميني؟ الحقيقة كنت عم دور على شغلة لازمتني. ايه وشو هي؟ اختي دينيس بيلتقى عندك فرشاية للشعر؟ في يعني ليش؟ لك
بدي زبط شعراتي شوي وحط مكياج على وشي. ما فيني احكي هالشيء قدام البنات، بصيروا يتمسخروا علي ويقولوا لي زبطتي حالك كرمال حسون. قلت بجي بشوف اذا بلاقي عندك. ماشي، يعني موجوده الفرشايه بس. لك يا اختي بدي تساوي لي مثل هالصوره، تمام؟ ماشي. ليكي انا شو ناقصني لاكون مثلهم؟ لا يا حسرات، مو ناقصك اي شيء. ما هيك اصلا انا بشوفهم بيطلعوا على التلفزيون بيضحكوا وبيرقصوا، لك انا شو ناقصني لاكون مثلهم؟ مو ناقصك شيء حسرات. هاتي امسكي. ليكي اخذت غراض المكياج هدول من غرفه الصبايا. عظيم، برافو يلا عليك. تعالي. وهي علبه فيكساتور، اعطيني الصوره من عندك. تفضلي. وهلأ ليكي بدي شعري منفوش مثل الصورة والشفاف يكونوا واضحين مثل تماما. ماشي. والخدود يكونوا مسحوبين على طول وشي وبهالشكل. تمام، بس لازم تخففي أكل كرمالهم. ايه تمام، عم نحاول نخفف. تمام، طلعيهم. ليكو بتلاقوا هون تحت التراب حيوانات طفيلية، هدول بيشبهوا الحشرة، بتاكل جذور الشتلة لحتى تموتها على الآخر. ولحتى ما تاكلها نحن شو منساوي؟ منصير نسقيها مي ومنصير نوجه الشتلة باتجاه الشمس لحتى تكبر، فهمتي؟ يعني يا دودو امتى بدها تكبر؟ يعني دغري رح تطلع؟ رح تطلع، رح تطلع، بس بدنا نستنى شوي. يعني كم مرة رح ننام ونفيق لتطلع؟ هو بدك تصبري يا بنتي، الله بعدي اسمه هو مبارك هالأرض، وكل شي بده ينمى من الأرض بحاجة لحب. بدنا نحب الشتلة، وكمان بدنا نصير نحكي معها ونسايرها، وبدنا نحكي لها حكايات حلوة لحتى تكبر، يعني كيف أنا وأمك عم نربيكي تماماً مثلها. وبعدين هدول الخضرة والفواكه بيكبروا 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 وهيك لحتى يفوتوا على تم حبيبتي أوكل حلوة. شو عم بيصير؟ ليكو ما شاء الله سبحان الله، تعالوا شوفوا. لك حسرة. أوف عزراء، طلعي طلعي ليكي، كثير حلوة يا بنتي. ما شاء الله شو هالجمال. يا عيني الحلو، تعي لهون. لك حاسو شو هالجمال ها؟ شكرا لكم كثير. مين عمل لك هيك؟ اختي دينيس ساعدتني شوي. حبيبتي حلو كثير شغله والله، يسلم ايديا ليك وشوفوا هالشفايف. واو. مرحبا، شو كيفك اخي؟ اهلين اخي حسين، كيفك انت؟ تمام انا منيح شكرا، طمني كيف امورك؟ منيحه؟ والله مشغول ما عندي وقت لاشرب شاي. خلص لا تشغل بالك، جيب كاستين شاي لنشربهم هون. بصير هيك؟ بصير، انا بقعد محلك. ايه ماشي.
بس لغطي أيكو بيجي معكم ماشي؟ جاية يلا. ليش متحمسة هيك؟ شو صار لك؟ عذراء، عذراء، ما رح روح معكن. قولوا شو ما بدكن عني، قولوا إني خفت وهربت، بس أنا ما بدي أعمل هيك بالمرة. روحوا أنتو من دوني. من لما أجت زيرين لهون كلياتكن تغيرتوا على فكرة. فهميني يا أختي، أنا ما بقدر. دي حلقك خرسي وليه؟ بعده خلص تركوها، نهيلي الموضوع. عذراء يعني قصدك بإني إني أضربها وأتركها؟ ما نحن هلأ ضربناها، تصرفي موتيها وبعدين شيلي عظامها عن جسمها وبتقطعي لحمها قطع وبعدين بتوزعي كل القطع بالكراتين اللي موجودة هون. شو صار لك؟ يعني معقول اللي قتلها حسرات؟ أكيد ما رح تقتليها، شو هالحكي؟ كسري لها إيدها أو رجلها لحتى تطلب مساعدة ويجي حدا يساعد. شوفي كيف شكلها ملقوحة مو قدرانة تتحرك، كسرنا لها أنفة وتمة وشحطناها، يعني ليش بدك يعني أكسر لها إيدها ورجلها بدون سبب هلا؟ ما عم بفهم حسرات، أنت ليش عم تعارضيني حاسو حبيبتي؟ أنا بقصد عازو، ليش لا أكسر لها رجلها؟ بلكي إجا حدا شافني. ما بدي روح فيها. شو صار لك حسرت؟ كأنك تغيرتي وصرتي حدا تاني. ما بدي اتناقش معك هلأ قدام المرأة. نحن عملنا خططنا، أحيانا ببعض المواقف ما لازم نتردد مشان نحافظ على روح الفريق. تمام حبيبتي حسرت، يلا. حسرت بكفي خلاص. دينيز بعد عني، روحي من هون. حسرت شبك، اوعى تعملي هيك، مانك مجبورة تنفذي كل شي بتقوله عذراء لإلك. بلا مجبورة أحياناً، بس دينيز يلا. لا ليكي شوفي كيف حالتها، كسرتي لها أنفة وسنانة كمان، ما بكفي. أختي دينيز،
في شيء انت ما بتعرفيه لهلا. احيانا نحن ببعض المواقف ومشان روح الفريق ما لازم نتردد ابدا. فهمتي؟ انت ما عندك ضمير بنو؟ ما عندك؟ عندك. لا تعمليها. بس شو رح اقول لعزراء؟ اي شيء قولي لها. اجوا الحرس واضطريت روح واتركها. اطلعي لبرا، روحي من هون. حسرت انت، اطلعي من هون. يلا اطلعي اطلعي. ناجية، يا قلبي عليكي ناجية. مين في هون؟ تعال مراد. دينيز؟ شو عم تعملوا هون؟ سمعت صوت وقت دخلت، شفت ناجية بهالحالة. ممكن تطلب مساعدة لهون لو سمحت؟ فريق الإسعاف على المستودع فوراً. فريق الإسعاف على المستودع فوراً. مين عمل فيكي هيك ناجية؟ مين اللي عمل فيكي هيك؟ ما بعرف، ما شفتها. أنا بعرف منيح أتصرف معكم. مراد، بدي الموظفين يجوا لعندي فوراً. لو ما أجيت كانوا رح يمسكوني ويقتلوني وياخدوا روحي. بعدين كنت رح أنزل كتير. أنا بحل القصة حسرت. لا تفكري إني صدقتك. ما رح تنفدي مني. إذا كانوا المساجين قادرين يلاقوا مخدرات بسجن أنا مديرته، إذا كان حدا منهم بينضرب بالمستودع، هذا بيعني إنه عنا خلل واضح بالأمن. إذا احتاج الموضوع الكل رح يبقوا وقت إضافي، رح نعمل تفتيش. حدا عنده أي اعتراض؟ رح نفتش كل السجن، رح نشوف جوا الحمامات حتى. اعتبروا هاي فرصة لإلكن لحتى تصلحوا الغلط اللي عملتوه. ايه طيب، ليش ما فتشنا مبارح؟ هذا مانو وقت الأسئلة مراد بيك. هلأ بدنا نفتش السجن. يلا هلأ الكل لازم يروحوا على شغل واستنوا قرار التفتيش. تفضلوا. شو عاملة؟ قولي لحتى وشك هيك مخربط. قولي. شو في مع ميمة خان أناجية؟ مع البنات معلمتي. قدرات رح يفتشوا السجن اليوم، انتبهي منيح. شو في تفتيش؟ شو قولي؟ مخدرات. ليكي ملتم، نحن ما عنا هيك قصص بالمرة. شي مرة شفتي هيك شي هون؟ يتفضلوا قولي لهم يجوا. تفتيش تفتيش. قدرات اسمعي شو قلت. بلا هالحكي هلأ وانتبهي منيح. ليكي روحي، إذا كان بدك تشتغلي لمصلحتي لازم تنسي إنك بنت قوية. هذا التنبيه رح يكون الأول والأخير. سمعتي يا روحي؟ يلا هلأ روحي وارجعي لنا بأخبار حلوة ملتم خانم. يلا. في تفتيش، يلا نطفو منيح. بسرعة تصرفي. يلا تمام. عزو عزو عزو، في تفتيش، زبطي كل شي. يلا. خدي مسكي هاي، خبيها منيح. يلا خلصيني روحي. رح نفتش كل مكان بالسجن. اي مثل ما بتأمري. نظيف؟ طبعا نظيف. المكان هون نظيف كأنه مغسول بالصابون. زعلت ها؟
شفتوا؟ بتوجع وقت بتضحك. حاجة ضحكوني. ارفعوا ايديكم يلا، الكل ايديه فوق راسه. يا ربي. حضرة المديرة، لا تكوني مضيعة شيء. تعجبني طاقتك وهالإعجاب متبادل. ارفعي يديك. يعني بدك تفتشيني خصوصي؟ شو هي؟ ما بعرف شو. صرتي انت حرامي السجن. بنوب انا ما بسرق. حضرة المديرة، لقيت هاي بزبالة المشتركة. لمين هاي؟ عم قول لمين هي؟ مو لإلي. لمين هي؟ احكوا. طلعوا الكل لبرا يلا. يلا كلكم لبرا. يلا اطلعوا يلا. يلا تحركوا. تحركوا كلياتكم لبرا. يلا خلصونا تحركوا. امشي. يلا يلا تحرك. ايه يلا يلا, يلا. بسروقي شوي بسرعة. شو؟ ليش طالعونا كلنا؟ قسمنا نظيف كتير مثل المسك. هاي أوامر المديرة. أوامر المديرة على راسي. ليش وقفونا هون؟ والله بسبب أفكار حسرة العبقرية. شو بكون؟ شو عرفني إنه رح ينكشوا الزبالة أنا؟ خرستي. بما إنه الكل هون، رح أسألكن لآخر مرة، هي لمين؟ طيب لا تحكوا. رح تبقوا هون كلكن لحتى حدا فيكن يعترف إنه هي لإله. رح تبقوا هون. أكل ممنوع، قعدة ما في، زيارات ممنوع، تليفون ممنوع. لنشوف قديش رح تتحملوا هذا الوضع. منين طلعت لنا هالسكين هلأ؟ حدا بيعرف لمين هي؟ مو معقول. شو هالحظ السيء؟ ليش هيك صار معي؟ لمين هالسكين وليه؟ لمين فيكن؟ يلا احكوا. شو دخلك؟ أنا انتهيت. علي صوتك خليهم يسمعوا.